وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى المحطة والجولة الثانية في نشرة التاسعة، جولة ومجموعة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. مرة ثانية إلى دينا شرف. شكرا لك إلهام، شكرا لك مصطفى. الآن موعدنا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. فاز الدولي المصري واللاعب ليفربول محمد صلاح بجائزة لاعب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين. وخاض صلاح 4 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير الماضي، حيث سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً. يستضيف يوفنتوس الإيطالي غدا فريق فياريال الإسباني في إياب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وفي مباراة أخرى بالدور ذاته يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفا على ليل الفرنسي. قالت محكمة التحكيم الرياضية أنها أيدت الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مشاركة الفرق الروسية في بطولاته، بينما تدرس المحكمة القضية ويسري القرار على بطولات اليويفا، بينما ما زالت روسيا تتطلع إلى إلغاء عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم مما يسمح لها بالمشاركة في مباريات ملحق تصفيات كأس العالم المقررة في نهاية الشهر الحالي. طلب نادي تشيلسي إقامة مباراته ضد مضيفه ميدلزبا في كأس الاتحاد الإنجليزي دون حضور جماهيري لعدم قدرة النادي اللندني على بيع حصته من التذاكر، وفي ظل العقوبات المفروضة على مالكه الروسي رومان إبراموفيتش. ونشر تشيلسي بيانا أعلن فيه عدم قدرته على بيع التذاكر الخاصة به لمباراته ضد ميدلزبرا السبت المقبل، وذلك لعدم إجراء التعديلات اللازمة على الترخيص الحكومي. وأيضا كانت الحكومة البريطانية قد أصدرت قرارا قبل أيام بتجميد أملاك إبراموفيتش في بريطانيا ومن بينها نادي تشيلسي، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية. عاد الدنماركي لاعب برينتفورد الإنجليزي كريستيان إريكسون إلى قائمة منتخب بلاده للمرة الأولى منذ بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020. وعلى المدير الفني لمنتخب الدنمارك قائمة لمواجهتي هولندا وصربيا الوديتين خلال فترة التوقف المقبلة بنهاية مارس الجاري، حيث شهدت القائمة عودة إريكسون للمرة الأولى منذ سقوطه مخشيا عليه خلال مواجهة الدنمارك أمام فنلندا بافتتاحية مباريات منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 في يونيو الماضي. ختام أخبار رياضة، عودة مرة أخرى إلى إلهام ومصطفى، إليكما. شكرا دينا على هذا العرض.